طيب نطلع نشوف نيبوشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني قال إيه ونرجع لحضراتكم على طول. First, thank you for coming. برحب فيك وبشكركم لحضوركم لهذا المؤتمر الصحفي، طبعا الصحافة المرئية والمقروءة والمسموعة، أهلا وسهلا بالجميع. Really, I know you want to I tell something special, but how I tell from beginning, we will try to more walking than to mock, than to more speaking. برحب فيك يعني اليوم اللي هو يحكي بالمباراة، انه اول شيء احنا بنمشي وبعدين راح نخبركم بكل شيء. I driving one fast and unstoppable train. هو قاد فريق كبير الداد الفيصلي. And everyone enjoy in the travel. وكل واحد استمتع في المباريات اللي قدمناها. No one don't like to our trip stay and everyone we will do all possible and impossible to we travel continually. وكل واحد قدم وهو راح يكمل بطريقه كويسه الى الامام. شكرا. تفضل. بس كمل عفوا بس لا 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 هو كان اول لا انا يعني كان اول شيء يحكي المدرب واللاعب. تفضل كابتن يوسف. كابتن يوسف تفضل احكي لنا رايك عن المباراه اذا بكره. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد مواجهه النادي الاهلي مواجهه كبيره، النادي الاهلي نادي عريق نادي كبير، والنادي الفيصلي برضه نادي كبير ونادي عريق، حتكون مواجهه قويه ان شاء الله. الشباب جاهزين والكادر التدريبي والاداري جاهزين، كل الظروف ان شاء الله ونتمنى التوفيق ان شاء الله. الله يحييك. شكرا. اذا في اي سؤال. ما في سؤال ما لا لا ما فيش مشكلة. خلي المدرب سابق المدرب ونحو هذا ناخذ الميكروفون ونمدوا للاخر. اوكي هي از بوس هير. About Bilal injury and his hope is it is good and what about the next match with the Ahli club? About that, I many time repeat. Every game is a different story, and for every game you must put new energy and make another preparation. And of course, we will make everything to make good preparation for tomorrow. About injury of Bilal, everyone know it's like really very bad situation for all of us. He is important player, important person, and no one cannot change him. All of us wait to he return so fast. How is possible, and we stay with him, and tomorrow also we will try to play for him. طبعا كل مباراة بتختلف عن الأخرى، هو بيحضر للفريق حضر الفريق للمباراة هاي، لأن هي يعني مباراة مهمة، الفائز فيها بيطلع للنهائي. وبالنسبة للاعب بلال هو لاعب له وضعه بالفريق،
واي مدرب يعني ما بيحب يكون هو خارج الكشف.